الحقيقة هذا المؤتمر يعني فرصة عظيمة حيث أنه يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وأيضا في دولة الإمارات، يجمع المختصين والمهتمين في مجال الاستثمارات وكذلك المعنيين بالرأسمال البشري وأنظمة التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة. والحقيقة أن دولة الإمارات بناء توجيه قيادتنا الرشيدة تسعى لتحقيق المراتب الأولى عالميا في كافة المجالات، ولا شك أن تعزيز تنافسية دولة الإمارات أيضا جزء مهم، ولتحقيق هذه الغاية لا شك أنه تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال المحافظة على الرأسمال البشري الموهوب والكفاءات العالية، يتطلب أيضا أن نتبنى المعايير التي هي تحقق لنا التنافسية في استقطاب والحفاظ على هذه المواهب في دولة الإمارات. واليوم المتحدثين يعني يتطرقون إلى مواضيع لا تصلة بتنمية هذا الجانب من خلال الاستثمار في صناديق يسمونها سيفينج سكيمز، صناديق استثمارية مرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة، ما يعني أن احنا يجب أن نطور طريقة تفكيرنا وعملنا في دولة الإمارات بما يتواكب مع هذه المتغيرات، ويحقق للموظف وللمؤسسات اللي يعملون فيها خاصة في الشركات القدرة على مواكبة هذه المتغيرات وأيضا تنافس، وأنه من خلال هذه الصناديق الاستثمارية يكون هناك علاقة متوازنة بين الموظف وجهة عمله بحيث أنه يحقق العائد الأكبر للطرفين.